مع تزايد فشل شركات الاتصالات والإنترنت اليمنية في تقديم الخدمات المطلوبة للمستخدمين يوما بعد آخر، ازدادت مطالبات المواطنين بإنشاء اتصالات جنوبية مستقلة. موضوع إيجاد شركة جنوبية للاتصالات أصبح ملحن جدا، على اعتبار أن هذا القطاع وهذه الاتصالات التي يستخدمها المواطنين في المناطق المحررة في العاصمة عدن والمناطق المحررة ينبغي أن تكون يعني محمية من أي رقابة، محمية من أي تدخلات، محمية من أي تجسس، نقول هكذا بالمفتوح. نحن بأمس الحاجة لخدمة اتصالات، شركة اتصالات مستقلة سواء عدن موبايل يسموها، لأنه نحن ما زلنا تحت سطوتهم. طبعا صنعاء لا ما زال مسيطر على الاتصالات، ما زال مسيطر على النت، في أي وقت توقيت يعني مثلا يفصلوا الشبكة بزر ويشغلوها بزر. نحن متى سنستقل؟ متى ستكون لعدن هذه شركة اتصالات مستقلة؟ نطالب بالجهات المعنية سواء برئاسة الوزراء ووزير الاتصالات بأن يخطوا هذه الخطوة أو شركات استثمارية. المطالبات شددت على استقلالية قطاع الاتصالات في الجنوب لإنهاء احتكار الأموال الطائلة التي تجنيها قوى صنعاء من عائدات الاتصالات اليومية. مشكلة الاتصالات في عدن مشكلة قديمة مش حديثة، وكانت هناك مطالبات قديمة جدا بضرورة أن تكون هناك شركة اتصالات مستقلة غير الشركات الموجودة حاليا، إلا أنه تم التعثر أو منع الاستثمار في هذا المجال من قبل جهات مختلفة لأسباب كثيرة تتعلق بأمور أمنية بدرجة أساسية. منذ 2015 حتى اليوم احنا نعاني في العياد وفي المناسبات، وتقطع الاتصالات وفي النت، وتسبب لنا معاناة وحتى في المعاملات المالية بحكاية الرواتب. كنت يعني تعمل طابور ويقول لك النت مقطوع من صنعاء، النت الحوالة ما تحولتش. نحن بحاجة إلى اليوم إلى شركة اتصالات خاصة في عدن. الجدير ذكره أن ممارسات شركات الاتصالات اليمنية أسهمت في عرقلة وتردي خدمات الاتصالات، كما وسعت الفجوة الرقمية في الجنوب منذ سنوات. تأتي أهمية تأسيس اتصالات جنوبية مستقلة في إطار استقلالية قطاع الاتصالات والإنترنت في الجنوب، باعتباره أحد دعائم بناء الوطن واقتصاده المتدهور. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق، عدن.